السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا بيوم جديد وحكاية جديدة من حكاية فدوى. وقبل ما نبدأ ما نسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وساء أمرا. المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. قصتنا ديال اليوم هي تتمة ديال القصة الماضية ديال عمر اللي رباته الجنية المسلمة. قصة فعلا رائعة وكلها تشويق وإثارة. تنتمنى من حضراتكم اللي ما شافش القصة اللي فاتت يحضرها هي الأولى باش يحضر هذا الجزء ديالها الثاني. وأكيد أكيد إن شاء الله ما غاديش يندم، لأن كما قلت لكم واحد القصة اللي تستحق المشاهدة. خليناها في بابا عمر اللي هو بالعربي اللي جات عنده ضيفة الله. ديك الليلة قرر باش يهضر معاها واحد الهضرة اللي قاصحة، وفجأت عنده في نصاصات الليل كيما مولفة دقات ويحل ليها. قالت ليه السلام عليكم ابا العربي. ابا العربي ما جاوبهاش، قال لها شوف يا لالا، انا يا واحد راجل وحداني خدام على هاد اللي تما وكنربي فيهم، عافاك لالا لبقى تجي عندي لهنايا وفي نصاصات الليل قدامنا ديال الدوار اشنو غادي يقولوا؟ هاد ضيفة الله شافت شي واحد شوفة من بعد ما بقات عاودت معاه هضره، اعطات بالظهر وزادت. قال لها ولكن اعطيني عهد الله بلي عمرك ما بقى تجي ولا تقربي لولدي. قالت ليه انا عطيك عهد الله. ابا العربي اصبح شبه متاكد بانها ضيفه الله هي ماشي انسيه وانما هي جنيه. فيما كتجي كتجيب معها داك الخير الكثير، وهي كتجي باحلى ما عندها من اللباس، وفي الحولي ديالها واحد الانسانه اللي ماشي عاديه. عرفها وحس بها باللي هي من العالم السفلي ماشي من العالم ديالنا. خاف على ولدو لديه ليه، داكشي علاش قرر ان يقولها لبقى تجي عندنا. ابا العربي دخل وسد عليهم الباب. نعسوا ديك الليله مع ديك الجوج ولا ثلاثه ديال الصباح. ابا العربي كيسمع الغوات عندهم في الدوار، صداع واحد الهرج من الناس كاملين كيتغاوتوا. ابا العربي ناض كيجري ولبس البلغه ديالو وخرج بغى يعرف شنو كاين. لقى الناس جايين قاصدينو. قال ليها ابا العربي البليده ديالك راها كتحرق بالمحصول ديالها وبكلشي اللي فيها. ابا العربي مشى كيجري ما عقلش على راسو، لابس البلغه وغادي كيجري مع الناس، والناس مساكن اللي كيعاون تما كاينه وكل واحد باغي باش يطفي، اللي كيجيب سطوره ديال الماء واللي كيلوح التراب وكل واحد باش باغي يطفي. لين ديك العافيه كلات ديك البلاد كامله وخلاتها كلها رماد، خلاتها ارض بور، ما بقات تزرع ما بقات تنوض نبت. ابا العربي برك في الارض وشد راسو، قال كيفاش هاد القضيه؟ هاد البلاد هي اللي كنا عايشين منها وهي اللي من محصولها حنايا الاحوال ديالنا تحسنات. ابا العربي بدا راجع للدويره ديالو كيجرف رجليه، اشنو غادي يدير واشنو غادي يعمل من بعد ما ارتاح ماديا باش غادي يعيش دابا وليداتو بجوج؟ الله اعلم. وصل الخيمة ديالو وفاش بغى يدخل الدويرة هو يقول اجي نمشي نشوف البقرة واش خاصها شي ما ولا شي علف ولا شي حاجة، بغى يطلع عليها ويتأكد حتى من الرباط ديالها راهو مزيان. البقرة هي الوحيدة اللي بقات عندهم اللي منها غادي تقوتو. البليدة اللي كانت نافعاهم شات. ابا العربي مشى لديك الزريبة كيطلع على البقرة ما كيلقاهاش. السيد بغى يخرج ليه العقل، دخل كيجري الخيمة فيق بنتو زينب من النعاس. قال ليها زينب واش ما بانش لك البقره؟ قالت ليه لا با، خليتها مربوطه مع المغرب ربطتها. دخلتها الزريبه وربطتها. قال لها بنتي راها ما كايناش. خرج كيجري هو وبنتو كيقلبوا مورا الخيمه لا تكون تسيب ليها الرباط لا شي حاجه، ما لقاوهاش. با العربي هو دورها في دماغه، قال كيما هادشي تعطاني في وقت واحد مشى في وقت واحد، ولكن درتها بيدي. ضيفة الله ما صرفت فيه غير الخير، عطاتو ديك البقرة باش يعيش هو يا وليداتو فاش كانوا جيعانين، وفاش كان ولدو الصغير كيبكي ما لاقيش ما يرضع عطاتو ديك البقرة وعاشوا منها سنين وسنين. وحتى من اللي بليدة مشات، ابا العربي قال انا اللي مني لافوت، انا اللي جريت على السيدة، كون خليتها تبقى تجي كما العادة مرة في شهر ما دات ما جابت، هذه سنين طويلة وهي كتجي عندنا والصراحة ما صرفات فينا غير الخير، ولكن اش ينفع الندم؟ كما كيقولوا البكا مورا الميت غير خساره. ضيفة الله مشات، ما ليها عنوان ما ليها واحد الادريس اللي غادي يمشي يقلب عليها.
جري عليها مشات مسكينة حضرت الراس وزادت، ونقولوا حتى هي من العالم السفلي. المهم صرفت فيه غير الخير، با العربي عاش واحد اليوم صعيبة مع وليداته، وخصوصا عمر اللي كيبكي على ماماه اللي هي ضيفة الله، كيبكي عليها بالصباح وبالعشية، توحشها وبغى يشوفها. با العربي وزينب كيقولي دابا تجي، هيا غتجي عندنا، الا ما جات اليوم تجي غدا، الا ما جات غدا تجي بعد غدا. هما عارفين بلي ضيفة الله مشات بلا رجعة، غير كيسكتوا فداك الوليد الصغير. علاش؟ لان عمر فاش حل عويناتو حلهم على ضيفة الله، هي الوحيدة اللي كانت حنينة عليه، وهي الوحيدة اللي كانت تبدل ليه وتهلا فيه وتجيب من الخير كله تجيبو على قباله هوايا. ولكن هذه هي عطية الله، اعطاها وخداها، وما عليهم غير يتقبلوا بالامر الواقع. داس الايام وداس الشهور، وعمر بشويه بشويه بدا كينسى في ضيفة الله، والدري كبر. ختو زينب لاحظت واحد الحاجه، لاحظت بلي عمر فاش ولا كيخرج ولا كيلعب مع الولاد، يلعب معاهم كره ويجري معاهم ويمشي معاهم وتصاحب مع الدراري، عكس داكشي اللي كان عايشو قبل. في السنوات اللي قبل كانت كتشوفو كيخرج وكيبدا يلعب مع شي ناس ما باينينش، وبلي يضحك معاهم ويجري معاهم، واللي كيشوفو من البعد كيشوفو غير بوحدو، كيهضر مع راسو ويلعب مع راسو بوحدو، وهو العالم الله شكون اللي كان كيشوف قدامه. فاش مشات ضيفة الله وغبرات من حياته، ولا الدري عاد باش كيلعب مع الوليدات الصغار ويجري معاهم. حتى كبر الدري واحد شويه ودخل المدرسه. فاش دخل المدرسه الدري تبارك الله عليه، كما قلنا لكم ربي عطاه واحد الجمال، وعطاه واحد الخلق، وعطاه واحد القبول، واحد القبول اللي كبير. الاساتذه ديالو تما كاينه كلهم كانوا كيبغيو كيحنوا فيه. علاش؟ لانه يتيم ما عندوش الميمه ديالو. نهار حل العوينات وميمتو انتقلت عند الله سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم، وربي كان رحيم به. فاش بانت هاد ضيفة الله في حياته، الدري بدا كيكبر وبدا كيقرا وكان مجد ومجتهد. ولكن دائما الا ما الانسان كيلقى واحد العقبه في طريقه، هاد عمر خرج ليه واحد الولد من الجن كبر منه سابقه في السنين في المدرسه، وكان حاط عليه دائما يعيره ودائما يطيح منه. حتى لذاك النهار شد عمر ويعطيه واحد الصرفيقه حتى طيحوا الارض. عمر ما دار ليه والو مسكين، عمر مسكين كملها لداخل ديالو ما قالهاش حتى لباه، والدري غلب عليه لانه كبر منه. عمر مسكين مشى كيبكي، مشى لدارهم باه يسول فيه وعاود يسولو، ولكن مبغاش يقول. بعقله تبارك الله من صغره هو بعقله. تاني يوم عمر فاش مشى المدرسه كيتلقى بداك الولد اللي ضربو، كيشوف بلي الدراع ديالو اليد ديالو راكدين عليه، ديك اليد باش صرفقو. ويلي الدري اليد ديالو راكدة عليه. الدري قصد عمر وجا عندو كيعنق فيه وكيبوس فيه وكيبكي، قال لي عافاك لما سمح لي، عافاك لما سمح لي. عمر صراحة ما فهم والو، ما عرفش علاش كيطلب منه السماحة، وما عرفش شنو سبب داك الدراع ديالو اللي رقد عليه. المهم مشات ليام وجات ليام، وعمر دائما كان كيوقعوا معاه شي حوايج اللي غريبين، ولكن عمر بحكم صغر سنه ما كان ما كيدي ما كيجيب. اي واحد كان كيعتدي عليه الا ما كان ربي كيبينها فيه. المهم عمر ولا كلشي كيبغيه، كيف اللي كان عدوه كيف اللي كان صديقه، كلشي كيبغيه، حتى واحد ما كيقرب ليه. ومشات سنين على هذا الحال. عمر فاش كمل المرحله الابتدائيه طلع المرحله الاعداديه، والاعداديه ديالو كانت بعيده على الدوار ديالهم، كيلومترات مسكين كان كيضرب على رجلاته. السيمانه الاولى فاش دخل الاعدادي الدري مسكين طاب فيها، طريق ما قدرش عليها. اللي في السن ديالو الوليدات اللي معاه في الدوار كلهم والديهم شري لهم بيكالات الا هوايا. داك النهار مشى عند باه حنينو قال لي هبا انا راه عييت من هاد الطريق وراه بعيد عليا وكتاخذ مني وقت طويل، عافاك هبا لا مشري ليا شي بيكاله. البو مسكين حضر راسو قال لي ها وليدي كو كان عندي ما نكبرش فيك، نحيدها انايا من اللحمي ونعطيها لك انت، ولكن الله غالب البليده اللي كنا عايشين منها راها تحرقات مابقات كتسوى والو، وديك البقيره اللي كانت عندنا حتى هي راها مشات. كما جابها الله كما داها الله، ولينا وليدي الله كريم، انا راه ما خبيت عليك والو. عمر من يوم يومه واحد الوليد اللي رزين وشعر بعقله، ولو انه باقي صغير ولكن كيقدر الظروف ومقدر الظرف ديال باه. ديك الليله عمر نعس، نعس هو حزين وبقى فيه الحال، ما عارف ما يدير، ما قدرش على ديك الطريق، جات واعره وصعيبه، ولكن الله غالب. فاش نعس عمر ديك الليله ويحلم واحد الحلم، داك الحلم كان غريب بزاف، وكان داك الحلم اول مره كيحلم بحالو. اشنو حلم؟ عمر هو ناعس كيحلم براسو غادي في طريق ديال المدرسه،
وشادها على رجلاته. شوية كيشوف بحال واحد الخيال ديال شي مرا، ولكن الوجه ما باينش. واقف جنب الطريق حدا واحد الصخرة، أو بالأحرى حجرة اللي شوية متوسطة. داك الخيال كيشير ليه وكيقول لي أجي لعندي. فاش وصل عمر ديك البلاصة، داك الخيال كيقول ليه هز هاد الحجرة. وفاش هز الحجرة كيلقى تحت منها جوج ديال الويزات. عمر فاش هز دوك جوج الويزات كيهز راسو، كيلقى داك الخيال ما بقاش حداه، كيدور يمين وشمال ما كيلقى حتى حد حداه. دوك الويزات فرح بيهم وهزهم وداهم. مع الصباح عمر فاش فاق لبس حويجاتو كما العاده، وفطر وكلا اللي قسم الله وشد طريقو للمدرسه. هو غادي مسكين شادها على رجلاتو، الطريق طويله، كيدور عويناتو ديك البلاصه اللي حلم بيها، كيلقى بصح كاينه ديك الحجره. عمر هو يوقف وهو يقول اجي دابا الا مشيت لديك الحجره وهزيتها زعما بصح نلقى دوك الويزات. بدا كيضحك شو يقول وشنو غادي نخسر، اجي مشي نديرها. مشى لديك الحجره هو يهزها، وهنا فين كانت المفاجاه. وعمر بصح كيلقى جوج الويزات، يهزهم كيدور عينيه كيقلب كيلقى غير الخلا، ما كاين حتى واحد دايز، حتى من الكلاب ما كاينش مقطوعين ديك الطريق. عمر فرح بهم واحد الفرحه كبيره وكمل طريقه الاعداديه. دوز نهار وقرا، والعشيه فاش رجع هو يمشي عند باه. فاش مشى عند باه هو يقول باه با انا باش حلمت وحلمت وحلمت ليله البارح. باه هو يقول لي هذاك راه حلم صافي. قال لي لا، اليوم فاش كنت غادي للمدرسه مع الصباح وانا نوصل لنفس البلاصه اللي حلمت بها ولقيت نفس الحجره، وفاش هزيتها هو يجبد ايده من جيبه وهو يحلها فيها جوج لويزات، ويقول باه وانا لقى بصح جوج لويزات. باه طار من الفرحه شدهم، لان بالنسبه ليهم دوك جوج لويزات راهما عباره على كنز، وخصوصا داك الفقر اللي هما فيه اي حاجه زايده فيهم. هنا بالعربي فاش خدا دوك جوج لويزات ويقول لولده قال لي ان شاء الله كاع اللي بغيتي غادي يكون. وعمر دخل النعس بالعربي برك، شاد دوك جوج لويزات وكيقلب فيهم بين صباعه. قال انا عارف باللي ولدي من نهار تزاد ما كانش عادي، وخصوصا فاش ديتو لداك الفقيه. قال لي يا ولدك غيكون واحد الراجل اللي ليه شان عظيم، يا واحد من اولياء الله الصالحين، ولا غيكون يا ملبوس يا مسكون، وانا عارف باللي ولدي ماشي عادي. طلع النهار، عمر لبس حويجاتو ومشى لمدراسته، والبو شد دوك جوج لويزات ونزل للمدينه بشا باعهم وشرى البيكالا لولدو وجابها ليه. الدري ما رجع بالعشيه حتى لقى البيكالا قدام باب الدار، فرح بها وطار بالفرحه. دازت ليام ومشات ليام على هكذا، وعمر باقي في الاعدادي من سنه لسنه، وهو كيمشي ديك البيكالا نافعه بزاف. حتى لواحد النهار عمر جاي من المدرسه ديالو بالعشيه، كتبان ليه واحد جماعه ديال الناس واقفه في الجنب ديال واحد الطريق، ويوقف حداهم غير بشويه. الناس مشغولين ما داوهاش فيه، وهو يطلق وديناته. اللي فهم من الموضوع كله بلي دوك الناس كيقلبوا على واحد المكان اللي غادي يحفروا فيه شي بير، دوك الناس صحاب ديك الارض محتاجين شي بير. اللي فهم عود ثاني بلي دوك الناس جابوا واحد الراجل اللي خبير في هاد المسائل، وقال لهم في هاد البلاصه غادي يكون الماء، غير حفروا. والحفير ديال البير ماشي بالساهل، راه كيتقام بزباله ديال الفلوس. الناس حفروا تما كاينه وعمقوا في الارض، ولكن للاسف ما لقاو تما. دازت الايام وجابوا واحد الراجل واحد اخر اللي هو اللي كان واقف معاهم ديك الساعه. فاش وقف عمر حتى هو، داك الراجل كبير من كبير غير الله، وهز واحد العواد في يده وشي حوايج اللي بدائيين بيهم كانوا ناس ديال زمان كيقلبوا على الماء، وشاد دوك العواد كيقلب بهم ديك البلاد بطريقه من الطرق. دوك العواد كيبينوا ليه النقطه فين كان غادي يكون الماء. داك الراجل قال لهم هنا غادي يكون الماء. الناس صراحه مزعموش باش يحفروا، علاش؟ لان كما قلت لكم التكلفه ديال البير والحفير ديالو اللي هي تكون غاليه، والناس ما بغاوش دغيا يجيو ويبداو يحفروا عاوتاني لان غادي يكلفهم بزاف. بقاو كيتشاور مع بعضياتهم. عمر هو يقول انا اش دخلني في هادشي كامل، انا راه باقي ولد صغير. ركب على البيكالا ديالو ومشى لدارهم. انا عز ديك الليله وفي نص النام ويشوف واحد الحلم، شاف راسو واقف مع دوك الرجاله في ديك النقطه او في ديك المنطقه اللي كانوا واقفين فيها، ولكن لقى راسو باللي فاتهم واحد شويه تقريبا شي 100 متر. فاتهم وحده واحد الشجره ضرب برجليه ويطلع داك الماء، داك الماء كتير كتير.
عمر شاف راسو بلي داك الماء كيتوضى منه وكيشرب منه. فاق مع الصباح قال شنو زعما يقدر يكون بصح كيما شفت اللويزات حتى هنايا يقدر يكون بصح الماء. مشى عمر غادي شاد الطريق للمدرسه كيلقى نفس الجماعه ديال الناس واقفين نيت في نفس البلاد جنب الطريق واقفين باقين كيتذاكروا مع بعضياتهم باقين محفروش باقين كيقلبوا على الماء. عمر هو يوقف وهو يقصد داك الراجل الكبير اللي كيقلب لهم على الماء ويقول ليه با الحاج انا راني عارف الماء فين غادي يكون. الراجل شاف عمر بلي باقي دري صغير ويقول لي سير ولدي سير تلعب سير كمل طريقك مدراسك. قال ليه لا با الحاج غير سمع مني انا راه عارف الماء فين كاين. قال لي يا ولدي هذا الشيء راه ماشي شغل ديال الدراري الصغار سير تلعب مع قرانك خلينا حنا راه مشغولين وما مساليينش. قال لي اسمع مني با الحاج راه والله تا عارف الماء فين كاين. الراجل بغى غير يشد بالخاطر ديال عمر ويقول يلا وليدي يلا وريني فين الماء كاين. عمر شد با الحاج من ايده وزاد بيه تقريبا جهد 100 متر ويوصل حدا ديك الشجره اللي شافها في المنام ويقول ليه با الحاج احفر هنايا هنا فين غيكون الماء. الراجل جبد دوك العواد ديالو وحطهم كيلقى بصح عطات واحد الاشاره باللي تما كاينه كاين الماء. هو يشد عمر من يده وجرو لعندو بالجهد ويقول ليه انت منين عرفتي باللي الماء غيكون هنايا. قال لي اجي نقول لك با الحاج انا حلمت به وجيت قلت لك اللي حلمت به. ويقول لي حلمتي عاودي على الحلمه. عمر هو يعاود لي على الحلمه والراجل بقى حال عينيه وكيشوف عمر واحد الشوفات اللي صراحه اللي كانوا كيقلقوا واحد شويه وشوفات فيهم الغدر وفيهم الخبز. ويقول ليه وعمرك ما حلمتي بشي حاجه اخرى بحال هكذا. قال ليه لا با الحاج راني فايت عاوتاني حالم باللي كنت دايز من الطريق ولقيت تحت من واحد الصخره جوج لويزات وتاني يوم مشيت نفس البلاصه ولقيت نفس الصخره وفاش هزيتهم لقيت بصح جوج لويزات. ويقول لي هكاك وليدي وانت ولد من هنا في الدوار. هو يقول لي انا ولد بالعربي اللي كيسكن ليها في ديك الخيمه اللي ليها. ويقول لي صافي عرفتك وعرفت باك يلا وليدي سير شكرا وسير الله يسهل عليك سير كمل طريقك لدراستك. عمر ركب على البيكاره ديالو وكمل طريقه للمدرسه. الراجل هاد با الحاج مشى عندك الجماعه ديال الناس ويقول لهم صافي يكونوا هانيين لقيت الماء فين كاين. وما يقول ليه فين كاين قال لي هاي النقطه اللي فيها الماء. وبصح الناس حفروا ولقاو تما كاينه كاين الماء وداك الماء كثير تبارك الله. الراجل اللي هو با الحاج هاد الموضوع كاع ما مر عليه مرور الكرام قال صافي هاد الولد غادي ينفعني وغينفعني بزاف فاش غادي ينفعو. بالعشيه داك با الحاج ركب على البغله ديالو وبدا طالع جهه الجبال طالع 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 عاد من غادي غادي عاد واحد الفقهاء وعاد الناس اللي كيقلبوا على الكنوز بغى يقول لهم بلي لقيت لكم واحد الولد كيعرف الاماكن ديال الكنوز وهو غيساعدنا في فتح بزاف ديال الخزاين انوا به الغدر. وحنا عارفين دوك الناس اللي كيقلبوا على الخزاين اشنو كيديروا بالولاد الصغار كياخذوا منهم يد الدم ديالهم يقطعوا لهم شي صبع ولا لا قدر الله ممكن توصل بهم حتى للقتيله. الراجل هادشي اللي طالع ناوي طالع بداك الجبل وغادي على البغله ديالو وشويه سبحان الله عادي ديك البغله حتى مالت به هو يطيح با الحاج طاح طاح بموتو. وعمر من بعد غادي يعرف هادشي كامل اللي وقع وشكون اللي غادي يقولوا ليه. انا جايكم في الهضره عمر داس به ليام ومشات الشهور وداس السنين حتى كمل الاعداديه ديالو ثانويه في المدينه ما يمكنش يخلي باه بوحدو لان زينب كبرت وتزوجات ومشات لدارها وبقى عايش غير عمر مع باه اللي هو با العربي. والراجل مسكين كبر في العمر ومحتاج اللي يوقف جنبه واللي يكون هو الدراع ديالو السند ديالو وما يمكنش عمر يفكر في راسو ويمشي يكمل قرايته ويخلي باه غير بوحدو في الخيمه. هي هذيك عمر فاش كمل الاعدادي برك من المدرسه وبدا خدام مع باه. عمر كيخدم في الاول كيخدم غير اجير عند الناس الماكن اللي عندهم البلادات حتى جمع شويه ديال الفلوس شويه بدا كيشري شويه ديال الغنم من معزه الحوليه الحولي المهم بقى كيجمع كيجمع حتى دار واحد الكسيبه لا باس بها ولا تاجر في الغنم تاجر على قد الحال ماشي داك التاجر اللي هو تاجر كبير المهم مدور الحركه وربي مسهل ليه في ديك التجاره ديالو ولا مدخل مزيان. با العربي هنايا كبر وريح وشد الفراش قال لي عمر صافي با انا كبرت وانا كندخل مزيان ما كاينلاش بقى انت خدام انت برك ورتاح لك وانايا اللي غادي نتكفل بك كما تكفلتي بيا في الصغر ديالي جزاك الله با كل خير عنا. المهم مشات ليام وجات ليام داس واحد العامين او ثلاث سنين با العربي الدم ولا ما انا امانته وما توفاه الله الله يرحمه. هنا عمر بقى غير بوحده جات عنده خيتو وجاو عنده العائله وجاو الناس وجاو الناس ديال الدوار كلشي عمرو عليه الدار ولكن ما داز واحد اليومين حتى الدار خوات عليه واول ليله غادي ينعس عمر بوحده في الخيمه خاويه عليه الدويره
وهو غير بوحده. فاش نعس هو يشوف واحد المنام. داك المنام اغرب من الخيال، كيشوف بلي ديك السيده ضيفه الله اللي كانت تجي عندهم في الصغر وهي جات عنده، حتى جات عنده وقفت عليه في المنام. شافها عمر فرح بها وبدا كيعنق فيها وبوس فيها، قال لها فين مشيتي يا ماما؟ فين هاد السنين كامله انت غابره عليا؟ قالت لها ولدي من اخر مره جيت عندكم عطيت واحد الوعد لباك بلي عمرني باقا ندور بيكم ولا نجي عندكم، ولكن فاش باك دابا مات الوعد صافي مشى معاه، ودابا انا جيت عندك باش نواسيك وليدي. عنقات وعنقها، ومن زمان ما حس بداك الدفء ديال الامومه، حس واحد الدفء واحد العاطفه منها. وحنا عارفين بلي ضيفه الله كانت كتبغيه بزاف، وحنا بلي عرفناها بلي هي ماشي انسيه من العالم السفلي، ولكن واحد الجنيه اللي مسلمه ومسالمه، بغاتو ورباتو من صغر وتكفلات به حتى جرى عليها با العربي. المهم عمر بقى كيهضر معاها في المنام وحاس براسو بلي ناعس وفايق ما بين اليقظه وما بين المنام، كيحس براسو داكشي واقعي وحقيقي، كيحس بالدفء ديالها وبالحراره ديالها. بدا عمر كيعاود ليها على حياته وهي كتشوف فيه وكتسمع ليه وكتبتسم. قال لها امي دازت عليا واحد اليامات اللي صعيبه، ودازت عليا ايامات اللي كانت مزيانه، راني لقيت لويز وراني حلمت عاوتاني بلي كاين واحد البير وعاونت الناس وتخرجت من الاعداديه ميمتي، وراني وليت كنبيع ونشري في الغنم، وهي غير كتسمع ليه وكتبتسم ليه. وفاش كمل عمر الهضره ديالو قالت لها وليدي هادشي كامل اللي كتعاودوا لي انا راه عارفاه. قال لها نعم عارفاه. قالت لي شنو حساب لك بلي هاد السنين كامله فاش ما كنتيش كتشوفني انا خليتك؟ عمرني وليدي ما خليتك، وانا كنت معاك من الصغر حتى اليومين هذا، غير انت ما كنتيش كتشوفني، انت في طريقك وانا معاك، وانا اللي حطيت لك اللويز الماكينه، وانا اللي جيت عندك في المنام وريتك الما فين كاين ومشيتي وخبرتيهم، وشتي داك الولد اللي ضربك في الصغر راه انا اللي انتقمت لك منه، وانا اللي ضربته ووعدته في ايده، ولكن كانت غير توعيته ديال يوم يومين غير باش ما يبقاش يقرب لك وباش الناس كاملين تما يهابوك. عمر استغرب وتعجب، ولكن في نفس الوقت عجبو الحال. قال لها ودابا ميمتي عمرك ما تخليني؟ قالت لها وليدي عمرني ما نخليك، ما تفرقنا على بعضياتنا غير الموت، انت وليدي غتبقى تشوفني غير في المنام، ولكن غيجي واحد النهار اللي غتبدا تسمع صوتي في ودنيك، وغايجي واحد النهار اللي تشوفني فيه مباشره عاوتاني، ودابا خلينا مع بعضياتنا فيما تنعس ان شاء الله غتشوفني انا في المنام. قال لها واخا ميمتي. قالت لي ولكن راه بغيت نقول لك واحد الهضره. قال لها نعم ميمتي كلامك هو الكبير. قالت لي هنا في العربيه ما عندك ما تبقى دير، هنا غير بوحدك وعايش في الدويره غير بوحدك ما كاينلاش، غتشد دوك الغنيمات اللي عندك وغتبيعهم، وحتى ديك البليده اللي عندكم حتى هي غادي تبيعها، وغتشد فلوسك كاملين وغتنزل للمدينه، غتنزل للدار البيضاء، تما كيتسناك واحد المستقبل اللي كبير، وكيتسناك واحد الرزق اللي كبير، تما كاينه فين غادي تعيش وتما فين غتكمل حياتك، وانا معاك اولدي خطوه بخطوه حتى توقف على رجليك، ومن تما كاينه غتعيش واحد الحياه اللي مزيانه. عمر هنايا باع البليده وباع الغنيمات ومشى للمدينه. وحتى لهنا حلقتنا ديال اليوم سالات، غنضربوا مع بعضياتنا واحد الموعد ديال الحلقه الاخيره، الحلقه الثالثه والجزء الاخير ديال عمر اللي رباتو الجنيه المسلمه. مازال باقي تشويق واثاره واحداث فعلا ممتعه. وعمر فاش غيمشي للمدينه اشنو غادي يوقع به واش غيصرى به؟ وهادشي اللي غنعرفوه في الحلقه الماجيه ان شاء الله. وكانت هذه هي حكايتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله انها تنال اعجابكم، والى عجبتكم فضلا وساء امرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا ساده يا كرام، والسلام ختام.